السلام عليكم يا سنة أولى، معكم نريمان محمد جودة. هنشرح دلوقتي جزء صغير خالص في العمل اللي هو الكربوهيدرات سوليوشن. وبداية كده احنا عندنا السوليوشن في الكربوهيدرات، عندنا نوعين من السوليوشن، عندنا في نوع بولي ساكرايد سوليوشن ونوع داي ومونو ساكرايد سوليوشن. هنتكلم فيهم على الفيزيكال بروبرتيز بتاعتهم، عايزين نعرف ايه هي الخصائص الفيزيائيه بتاعتهم. الخصائص الفيزيائيه دي تشمل ايه؟ تشمل الكالر، تشمل الاسبكت، تشمل الديبوزيت، تشمل الاودور، تشمل الرياكشن. هنعرف دلوقتي كل واحده لوحدها. عايزين بس نعرف ان الداي والمونوساكرايد سوليوشن الاثنين شبه بعض بالظبط في الفيزيكال بروبرتيز، عشان كده هنحطهم هنا في خانه واحده. تمام، يعني الجلوكوز والفركتوز دول مونوساكرايد، واللاكتوز والمالتوز والسكروز دول ايه؟ داي ساكرايد. هما الاثنين سواء مونو او داي ساكرايد لهم نفس الخصائص الفيزيائيه. والبولي ساكرايد هنا ضرب لك مثال عليها، اللي هي الستارش سوليوشن، لها خصائص فيزيائيه ثانيه مختلفه عنهم. اول حاجه عايزين نعرف ايه الكولر. قال لك ان الداي والمونوساكرايد دول بيبقى كولرليس، اما الستارش بيبقى لونها وايتش. هو كولرليس ودي لونها وايتش اللي هي الستارش. الاسبكت بيبقى كلير، هنا تحس اللي هو تربت شويه، تربت يعني معكر، كلير يعني صافي. الديبوزيت هل مثلا بيترصد فيه؟ هل مثلا هنا في ترسبات؟ لا، بيبقى في الضوء في الداي والمونوساكرايد مفيش ايه ديبوزيت، اما في الستارش ممكن نلاقي ديبوزيت عادي. طب الأدور، الرائحه، الاثنين اودورليس، الاثنين سواء الستارش او الداي او المونوساكرايد ما لهمش ريحه. طب التيست، الستارش تيستلس يعني ما لهاش طعم، اما الداي او المونوساكرايد اللي هم الجلوكوز والفركتوز وكده واللاكتوز والمالتوز دول بيبقى ليهم سويتي تيست، يعني بيبقى لهم طعم مسكر. الرياكشن بتاعهم بيبقى نيوترال. يعني ايه الرياكشن؟ يعني دلوقتي لما بحط فيهم سواء بلو ليتمس بيبر، ورقه عباد شمس الزرقاء او الحمراء، ما بتحصلش تغير. يعني البلو ليتمس بيبر ما بتتغيرش، والريد ايه ليتمس بيبر برده ما بتتغيرش. يبقى احنا قلنا الفرق بينهم في الكلر والاسبكت والديبوزيت والاودور والايه والتست والرياكشن. طب قال لك بس حاجه كده سريعه، ايه الفرق بين الريد ليتمس بيبر والبلو ليتمس بيبر؟ الريد ليتمس بيبر دي اللي بيغيرها هي الوسط القلوي بس، اما البلو ليتمس بيبر اللي بيغيرها هو الوسط الحمضي بس. يعني بالتالي الريد ليتمس بيبر لو في اسيدك سوليوشن مش هتتغير، هتبقى برده ستيريد، اما لو في نيوترال سوليوشن برده مش هتتغير، اما لو في القلوي سوليوشن محلول قلوي او قائدي ايه اللي هيحصل لها؟ هتتحول للون بلو. برده البلو سوليوشن ما بتتغيرش الا بالاسيدك ميديا، يعني لو في نيوترال ميديا هتخليها بلو، لو في القلوي ميديا هتخليها بلو، اما لو اسيدك ميديا تتحول لايه؟ لريد. تمام؟ تمام. عايزين بقى بعد كده نعرف تيستين كده صغيرين بنعملهم للكربوهيدرات سوليوشن اللي احنا قلناهم دولت. عندنا في تيست اسمه ايدين تيست وتيست اسمه فيهلينج تيست. الايدين تيست ده بستخدمه ليه؟ عشان افرق بين السوليوشن ده اشوفه بولي ساكرايد ولا نون بولي ساكرايد. ايه اللي بيحصل لو السوليوشن اللي عندي دوت بولي ساكرايد؟ مجرد ان انا بحط فيه الايودين بيبدا يتكون عندي مركب اسمه مايسيلز. المركبات دي بتأبزورب، يعني بتلزق الايودين على سطحها، فبالتالي لون السوليوشن هياخد لون الايودين لان هو لزق مركبات الايودين على المايسلز اللي كونها. فبالتالي يبقى اذا يبقى دلوقتي لو المركب اللي عندنا بولي ساكرايد وحطيت عليه ايودين، المركب دوت هياخد لون الايودين عشان هو كون مايسلز عملت ابزورب للايودين على سطحها وادتني اللون الازرق. اما لو هو نون بولي ساكرايد، البولي المايسلز دي مش هتتكون، فبالتالي هو مش هياخد لون الايودين، لون الايودين اللي هو اللون الازرق. يبقى دلوقتي يبقى هو قلنا الايودين تيست بيستخدم عشان ديفرنشيت بين البولي ساكرايد والنون بولي ساكرايد. البلو كولر ده لو هو التيست ده بوزيتيف، يعني انديكيت اللي ده بولي ساكرايد او ستارش، هيبقى ايه؟ هيبقى بلو كولر. يبقى اللون سوليوشن هيتحول لبلو كولر، يعني الستارش لون هيتحول من وايتش لبلو كولر. عرفنا ليه البلو كولر ده بيتكون؟ عشان مركبات اسمها مايسلز بتأدزورب الايه؟ الايودين على سطحها. لو جينا بصينا للانبوبه دي كده ممكن يجيبها لك، يجيب لك صوره الانبوبه يقول لك ده ايه الريزلت بتاع الايودين تيست، فانت تعرف على طول بما انه الريزلت هنا بقت زرقاء يعني البلو كولر، هيبقى الكونكلوجن او الاستنتاج بتاعنا ان ده ايه؟ ده السوليوشن ده بولي ساكرايد او ستارش. بعد كده بقى ممكن يسالك على اي حاجه على السوليوشن ده، تقول لك طب قول لي بقى الاسبكت، ما انت خلاص عرفت اللي هو الستارش، ممكن يسالك في اي ايه فيزيكال بروبرتيز احنا قلناها قبل كده. تمام؟ تمام. طب لو جاب لك الصوره دي وقال لك ده الريزلت بتاع الايه الايدين تيست، هتعرف ان ده مش بلو، يبقى ده ايه؟ نون بولي ساكرايد، ده مش بولي ساكرايد يعني مش ستارش.
يقول لك ايه الاوبزرفيشن، تقول له ده نوت بلو كلر. الكونكلوجن بتاعك اللي ده مش ايه، مش بولي ساكرايد. يبقى ده اول واحد اللي هو الايه الفيل اللي هو الايدين تيست، بيفرق بين البولي ساكرايد والنون بولي ساكرايد سوليوشن. تاني واحد عندنا اللي هو الايه الفيلنج تيست. الفيلنج تيست ده بستخدمه ليه؟ عشان افرق بين الشوجر ده اشوفه ريدوسينج شوجر ولا نون ريدوسينج شوجر. احنا قبل كده شرحنا في النظري قلنا الكربوهيدرات في منها حاجه اسمها ريدوسينج شوجر ونون ريدوسينج شوجر. عرفنا ايه الفرق بين الريدوسينج ونون ريدوسينج. بنقوله تاني كده بسرعه، امتى اقول على الشوجر اللي قدامي دوت ان هو ريدوسينج؟ لو في فري اكتيف جروب. ايه الاكتيف جروب اللي عندنا في الكربوهيدرات؟ اللي هي الالدهايد سي اتش او او الكيتون اللي هي السي او. لو عندي في المركب الموجود فيه فري الدهايد او فيه فري كيتون، يبقى اقول اذا على المركب ده اللي هو ريدوسينج شوجر. تمام تمام. اما لو مفيش يبقى ده ايه؟ نون ريدوسينج شوجر. احنا كنا قلنا قبل كده ان المونوساكرايد كلهم بتوعنا فيهم عادي فيهم اكتف جروب، فبالتالي هيبقوا كلهم ايه ريدوسينج شوجر عادي. اما قلنا في الدايساكرايد كل الدايساكرايد ريدوسينج شوجر ما عدا واحد بس اللي هو الساكروز، لانه ايه؟ لانه عنده الاكتف جروب. هو الساكروز ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن جلوكوز وفركتوز. الاكتف جروب بتاع الجلوكوز ماسكه في الاكتف جروب بتاع الفركتوز، فبالتالي هو ببوند اسمها الفا 1 2 جلوكوزيدك بوند، فبالتالي هو ما عندوش اي فري اكتف جروب، فمش هيقدر يعمل ايه؟ ريدكشن للشوجر، فبنقول عليه نون ريدوسينج شوجر. عرفنا. يبقى احنا دلوقتي بنقول في الفيلنج تيست ده تيست بيفرق بين الريدوسينج شوجر والنون ريدوسينج شوجر، وعرفنا ايه هو الريدوسينج شوجر والنون ريدوسينج شوجر. ازاي التجربه دي بعملها؟ ان انا اول حاجه بجيب الشوجر اللي عندي اللي انا عايز اعرف هو الريدوسينج ولا النون ريدوسينج، وبحط عليه الريجنت، بقول عليه فيلنج ريجنت. تمام. يبقى بحط عليه الفيلنج ريجنت. الفيلنج ريجنت دوت فيه اللي هو الايه الكبرس، في الكبرك ايون، في ايونات النحاس الكبرك ايون. لو الشوجر اللي عندي ده ريدوسينج شوجر هيبدا يعمل ريدكشن للكبرك ايون ديت ويحولها للكبرس، فبالتالي هيبقى لون احمر لان الكبرس ايون دي لونها احمر. تمام تمام. يبقى احنا دلوقتي قلنا هو ده بيستخدم عشان يفرق بين الريدوسينج والنون ريدوسينج شوجر. لو هو ريدوسينج شوجر هيحصل ريدكشن، الفري اكتف جروب اللي موجوده فيها هتعمل ريدكشن للكبريك اين اللي موجوده في الفيلنج ريجنت ديت وتحولها للكبرس اين، هيبقى لونها احمر. يعني لو هو نتيجه التست ده بوزيتيف، يعني معناه اللي هو عمل يعني اللي هو ريدوسينج يعني ايه كون ايه كبرس اين. لما اجي اقول لك الريد كولر اللي اتكون دوت نتيجه ايه، هتقول له نتيجه ايه فورميشن اوف كبرس اين او كبرس اوكسيديك، يعني كبرس اين او كبرس اوكسيديك اين. وعرفنا الامثله للايه للدايساكرايد، امثله للريدوسينج شوجر قلنا ان في كل الدايساكرايد لاكتوز مالتوز كلهم ايه ريدوسينج ما عدا السكروز. وعرفنا ليه. قال لك هل الريجن هل التيست ده الفيلنج تيست ده سيلكتيف بس للكربوهيدرات؟ لا، قال لك ان لو في اي ايجنت تاني ريدوسينج ايجنت تاني مش كربوهيدرات ولا شوجر، ممكن عادي يطلع التيست ده عندي بوزيتيف. زي مثلا الفيتامين سي، الفيتامين سي ده مش شوجر بس هو عنده قابليه ان هو يعمل ريدكشن للكبريك ان اللي موجوده في الايه في الفيلنج ريجنت ديت، فيحولها لكبرس ان وبرده يكون اللون الاحمر. تمام تمام. لو جينا بصينا اجيب لك الصوره دي كده، قال لك ده مثلا الريزلت بتاع الفيلنج تيست على كربوهيدرات سوليوشن، الريزلت ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو البوزيتيف المفروض يطلع لي احمر، فيبقى ده ايه؟ يبقى الاوبزرفيشن ده هيبقى اتكون عندي ريبروسيبتيت بوزيتيف تيست. طب الكونكلوجن يبقى ده ريدوسينج شوجر. طب ده لا ده مش لون احمر، يبقى ده نوت ريبروسيبتيت، يعني التيست مش بوزيتيف عندي، يبقى السوليوشن ده مش نون ايه؟ يبقى السوليوشن ده نون ريدوسينج شوجر اللي هو الايه الساكروز يعني. طب يبقى احنا كده قلنا اتنين تيست اللي هما الايودين والفيلنج تيست. قال لك بس حاجه صغيره كده في الاخر، في عندي مصطلح اسمه فيرمنتيشن اوف كربوهيدرات. فيرمنتيشن ده يعني عمليه الايه التخمر بتاع الكربوهيدرات. ازاي ممكن تحصل؟ بتحصل عن طريق اي مايكرو اورجانيزم زي مثلا الايكولاي. تمام. بتحصل عن طريق مايكرو اورجانيزم بتبقى موجوده عندنا في جسمنا، بتعمل ايه؟ ممكن في جسمنا او بره جسمنا عادي، بتعمل بتشتغل على الكربوهيدرات ديت. لو الكربوهيدرات حصل لها اكيوميليشن بتبدا تشتغل عليها وتطلع لي اما اورجانيك اسيد بس او اورجانيك اسيد وجاز. اورجانيك اسيد بس زي ايه؟ فورميك اسيد او اسيتيك اسيد او لاكتيك اسيد. ممكن تطلع لي مع الاورجانيك اسيد دي شويه جاز زي مثلا الكربون دايوكسيد اللي هو سي او 2 او الهيدروجين. تمام. ده كده مصطلح ايه تبقى عارفه اللي هو اسمه فيرمنتيشن اوف كربوهيدرات. بس يبقى احنا كده قلنا الفيزيكال، قلنا الفيزيكال بروبرتيز بتاعتهم، وقلنا اتنين تيست ايودين وفيلنج تيست. عرفنا الايودين ده بيفرق بين السوليوشن بولي ساكرايد ولا نون بولي ساكرايد، وعرفنا الفيلنج تيست ده بيفرق بين ايه الريدوسنج ونون ريدوسنج شوجر، وعرفنا في الاخر ايه فيرمنتيشن
بتاع الكربوهيدرات. تمام، تمام، بس كده يعني.